السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان امكم كنت تكون على خير وبخير ان شاء الله. قاعد الشتاء بطبيعة الحال اعتذر. دونك هادي صيفطات لي واحد البنت قالت لي راني عافاك خدميها معنا. صيفطات لي في لاباج فيسبوك الباك في دينا ولقيت ميساج ديالها في الجروب فيسبوك لا مسا بريبا باك كونكور. دونك صيفطات لي هادي وقلت بوكو با ما نخدمش معاكم. دونك شوفوا معايا من فوا تشوفوا. دونك السؤال كان هذا: و كوسينوس دو اكس بلس اي سينوس لو تو ا لا بيسانس 5 صافي. شنو هي من فوا تشوفوا واحد الكوسينوس ديال شي حاجه بلس واحد الاينس دي اكس و اس شي عدد 3 4 1 2 5 ديما كنفكروا في القاعده ديال الموافقه. هذا الموافق شنو تقول ليا الكوسينوس دو اكس بلس اي سينوس دو اكس ا لا بيسانس ام هاد الاله العدد الطبيعي 1 2 3 5 4 8 شحال ما كان كتساوي ليا هي الكوسينوس ديال ان اكس. يعني هاد ال كيدخل في عظمه كل اكس كتولي ان اكس بلس اي سينوس ديال ان اكس صافي. هنايا في اف ام بي وجده الا بقيت عاقله هادشي اللي قالت لي بانه كاين هنا طالب لكم كوسينوس دو اكس بلس اي سينوس دو اكس لو تو ا لا بيسانس تي. وقال لك اسيدي حدد ليا مجموعة الحلول. حلول هذه المعادلة كيفاش نحددوا حلول هذه المعادلة؟ قلنا اول حاجة شفنا الكوسينوس دو اكس بلس اي سينوس دو اكس على بيسونس شي حاجة شحال ديرو هنشوفوا باش خدامي هنا على بيسونس 5. دونك غنخدمو موافق. دونك هي كوسينوس قلنا هاد الخمسة كتولي حدا الاكس هي عاوتاني هاد الاكس اللي بوحدها تولي حدا الخمسة بلس اي سينوس ديال 5 اكس تيكالا 0 حيت قالك ايكواسيون تيكالا 0 صافي. حنا واخا كتكون عندي واحد العدد ا بلس اي بي واحد العدد عقدي تيكالا 0 هادي في القواعد الباك ا بلس اي بي تيكالا 0 مع هذا هو الغيال وهذا هو ليماجينير. دونك واخا كتكون عندي ا بلس اي بي تيكالا 0 سي ا تيكالا 0 يعني هاد ا الغيال تيكالا 0 اي و ماشي او كاين بزاف اللي كيخطئوا في هاد القضيه اي بي تيكالا 0 يعني الغيال تيكالا 0 اي ليماجينير تيكالا 0 لا بزاف خيب. دونك شنو عندي هنا باش انا تكون عندي هادي بحقها تيكالا 0 خاص تكون كوسينوس دو 5 اكس تيكالا 0 سينوس دو 5 اكس تيكالا 0. هادشي لي درت الكوسينوس دو 5 اكس تيكالا 0 اي سينوس دو 5 اكس تيكالا 0 هادشي لي خاصو يكون هادي وهادي صافي. لحد الان جو بونس كو كلشي باين. شوفو معايا الكوسينوس دو 5 اكس تيكالا 0 فوقاش كتكون الكوسينوس تيكالا 0 الكوسينوس ديال واحد الزاوية كتساوي 0 فوقاش الكوسينوس كيساوي 0 هنا ها هي وهنا بي دومي فوا بي دومي عاوتاني غادي يبقى طالع هنا ها بي دومي هزيدو بواحد البي وحده اخرى هي هزيدو بواحد البي وحده اخرى هي هذا يعطي زيرو اسي دو سويت. يعني فوقاش كوسينوس دو اكس تيكالا زيرو الا كانت بي دومي بلوس كا بي ها هي بي دومي ها واحد البي هي كا تيكالا ان ها بي ها هي دو بي تخوا بي كات بي يعني بي دومي بي دومي بلوس plus pi pi demi plus 2 pi pi demi plus 3 pi pi demi plus 4 pi pi demi plus 5 pi ainsi de suite. يعني خلاص تقول pi sur 2 plus 1 k pi k égale à 1 2 3 ainsi de suite. باش نعطي لك الكوسينوس تيكالا 0 دونك الكوسينوس دو 5 تيكالا 0 ابليك الكوسينوس دو 5 اكس نعوضها نعوضها الزيرو باش مجموعة الحلول هي الكوسينوس دو بي دومي بلس كابي صافي. يعني ان 5 اكس شنو خاصها تساوي ليا هي بي دومي كابي افيك كا ابارتيان كوا ابارتيان ا زيد. سينوس دو 5 اكس فوقاش كتكون عندي سينوس تيكالا زيرو هنا وهنا فاش كتكون عندي بي دومي كابي هادي ها هي بي 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 ainsi de suite. دونك كتكون عندي سينوس دو كابي دونك 5 اكس تيكالا بي اي كابي هادشي اللي درنا. دونك الكوسينوس تيكالا اتنا نعلمو روحها كوسينوس دو 5 اكس تيكالا 0
implique que 5x est égal à pi demi kpi. Sinus de 5x est égal à 0 implique ceci que 5x est égal à kpi. Alors, donc, nous allons نعود انا هاد البي بواحد بجوج ثلاثة سي دو سويت العودة هادي اللي هي بواحد بي دو بي جوج ثلاثة بي دو بي أربعة ثلاثة خمسة بي دو بي أربعة سبعة بي دو بي بوزا بو بي دو بي بو دو بو تخوا بي سور دو سي دو سويت هادي لي سوليسيون ديال هادي ديال الكوسينوس اجي نجيو السينوس هنا ونعوضو هنا في الكا نعوضها بالزيرو بالواحد يعني لا عوضت لك بالزيرو تجيني زيرو عوضتها بالواحد كاتيكال ان تجيني بي هاي بجوج دو بي تلاتة تخوا بي اسي دو سويت بموان زان موان بي بموان دو موان دو بي اكسيتيرا انا فاش نعرف واحد المجموعة ديال الحلول باش نحدد مجموعة الحلول خاف نلقى لانتيرسيكسيون تقاطع بين هاد لي سوليسيون وهاد لي سوليسيون كنلاحظو ان هنا هاد الزيرو اللي عندي هنا ما عنديش هنا بي ما عنديش هنا بي 2 بي ما عنديش هنا 2 بي 3 بي يعني عندي 3 بي سور 2 موان 3 بي سور 2 ما عنديش 4 بي ما عنديش هنا بي دومي ما كايناش هنا موان 5 بي سور 2 ما كايناش هنا موان بي دومي ما كايناش هنا يعني الاعداد اللي كاينه في الاي اللي في الحلول ديال الكوسينوس ما كايناش في الحلول ديال السينوس يعني ان التقاطع ديال هاد الاي مجموعه حلول ديال الكوسينوس مع مجموعه الحلول ديال السينوس هو مجموعه فارغه انه ما كاينش تقاطع واش كنلقاو شي عدد هنا هنا نو كنلقاو شي عدد هنا هنا ما كاينش دونك التقاطع ديال الاي مع جي هو واحد المجموعه فارغه اون فوا كيكون لونسون دي سوليوشن واحد المجموعه فارغه اذا لا يوجد حل لا يوجد حل اذا لا بون ريبونس كانت لهذا السؤال هذا هي انه الكوسينوس دو اكس بلس سينوس ديال 2 على بيسان 5 لا يوجد حل هنا ما كاينش سوليوشن انا مجموعه فارغه